اهلا بيكم معانا النهارده في مؤتمر شارم درما في انتر كونتيننتال سيتي ستورز، المؤتمر اللي بنستناه دايما سواء كان سبرينج او فول. معاكم شركه انفينيتي، هي دايما بتسبورت شارم درما وفي كوبريشن مستمره ان شاء الله مع شارم درما. انفينيتي من اول الشركات المصريه اللي اشتغلت بالسبانيش انوفيشنز. الميزه في انفينيتي انها بتطبق كل التكنولوجي الاسبانيش الجديده، بتقدمها كبرودكت للمواطن المصري بأفوردبل برايسز.